واحد مهمه وحساسه من تاريخ المغرب، الا وهي مرحله تقديم او مطالبه بتقديم وثيقه الاستقلال. وهذه المرحله في 1944 راه كان صعيب، يعني كان الاستعمار الفرنسي في المغرب، وكان صعيب الانسان يتكلم في ذاك الوقت، في حين كانوا وجدوا مجموعه ديال الاشخاص اللي تجاوزوا هذاك الاستعمار وحاولوا انهم يطالبوا انه يكتبوا واحد الوثيقه من خلالها كيطالبوا الاستقلال. والاستقلال اللي نقدروا نقولوا عليه انه في الحقيقه راه نعمه، ما كنقدروش نتصوروا حنايا ولا نتوما ولا الاجيال اللي جايه يعني القيمه ديال الاستقلال ولا القيمه ديال يعني المعاناه اللي كانوا كيعانيوها الناس خلال الاستعمار. يعني كانت الامور يعني كانت جد الحياه جد صعبه. كان الاستعمار الفرنسي يعني كان الناس كيعيشوا في واحد المشاكل يعني جد عويصه، لذلك انهم طالبوا بالاستقلال باش البلاد تنعم في الاستقلال وفي النماء. اذن هذه المناسبه ولا هذه الفتره من تاريخ المغرب جد مهمه، يعني من بعدها جات احداث اللي جد مهمه كذلك، اللي كان فيها الكفاح المسلح الى غير ذلك. من بعد المغرب خذا الاستقلال ديالو وبدا يعني هذا كان كيتسمى الجهاد الاصغر، من بعد يعني بدا الجهاد الاكبر اللي هو النماء والتنميه، يعني في جميع الميادين، لا من تعليم ولا من صحه ولا فلاحه ولا صناعه الى غير ذلك. اذا الان حاولوا ما يمكن نتصوروا هذيك الايام. مع الاسف ربما كان عندنا شي شريط فيديو اللي ولا ربما كاين حتى في الاذاعه والتلفزه كيديروا بعض الافلام التاريخيه اللي حاولوا ما يمكن تتبعوها باش تعرفوا كيفاش الناس كيفاش كانت كتعيش، كيفاش كانت كتعاني، كيفاش كانت كتقاوم الاستعمار من اجل نعمه الاستقلال. اذا شنو الواجب ديالنا حنا دابا؟ خصنا نحافظوا على هذه النعمه اللي في الحقيقه راه نعمه ديال الاستقلال والحريه، راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. اذا خصنا حنا كشباب ولا كرجال الغد ولا كفتيات الغد، يعني خصكم تحافظوا على هذه النعمه ديال الاستقلال. وشكرا. نوجه شكرا عاما الى الحضور الكرام على تلبيه الدعوه وخاصه المسؤولين على دار البر على فتح منح هذه الفرصه لتخليد هذه الذكرى الساميه، وهي ذكرى 11 يناير المطالبه وتقديم عريضه المطالبه بالاستقلال. وشكرا.